السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم النهاردة يا كي جي تو ومعانا حرف جديد. بس يا رب قبل ما نكون أخدنا الحرف الجديد نكون رجعنا للحرفين اللي أخدناهم مع بعض مع ميس دعاء. أخدنا حرف الكاف وحرف اللام، ذاكرنا مع بعض حرف الكاف وحرف اللام كي جي تو وعرفنا إزاي بيتكتبوا. برافو عليكم كي جي تو. انا سامع اصحابي الشاطرين بيقولوا انهم ذاكروا مع مامي وكتبوا حرف الكاف وكلمات. برافو. طيب انا جايه النهارده وجايبه لكم حرف جميل وليه كلمات واصحاب كتير حلوين هتحبوها. يلا نشوف حرف. انا سامع حد من صحابي الشاطرين بيقول حميم. برافو. حرف الميم. حرف الميم يا كي جي تو حرف جميل، حرف محتاج شوية تدريب مننا عشان نعرف نكتبه. هو سهل بس لازم نتمرن شوية في حلوين كده في البيت مع مامي عشان نعرف نكتبه. خلاص يا كي جي تو، حرف الميم يا كي جي تو بيترسم ازاي اللي كنا اخدناه في كي جي وان؟ ده الشكل حرف الميم اللي اخدناه في كي جي وان. بس هنرجع ونقول مع بعض تاني، احنا كبرنا والحرف كبر معانا، وبدل ما كان الحرف بيجي يقف لوحده الحرف بقى كبير وبيجي مع أصحابه في الكلمة. وعشان إحنا شاطرين عارفين ومذاكرين إن الحرف في أول الكلمة بيمد إيديه عشان يمسك أصحابه اللي بعده، وبيمد إيديه في وسط الكلمة الاتنين عشان يمسك اللي قبله واللي بعده، وأما في آخر الكلمة ما بيمسكش غير الحرف اللي قبله. يبقى حرف الميم زي كل الأحرف ليه إيد واحدة في أول الكلام يمسك فيها الحروف اللي بعده، وليه اتنين إيد عشان يمسك اللي قبله واللي بعده في وسط الكلمة، وليه إيد واحدة بيمسك بيها الحروف اللي قبله في آخر الكلمة. زي إيه بقى كده؟ هوت يا كي جي وان، أدي حرف الميم يا كي جي وان في أول الكلمة زي كلمة موز. كلمة موز اهو الميم في اول الكلمة، ادي الدايرة الصغننة والشرطة النايمة فرد ايديها على السطر. برافو. طب في وسط الكلمة زي ايه يا كي جي تو؟ زي كلمة مين هيقول؟ تمساح. مين فاكر كلمة تمساح يا كي جي تو؟ ت ت تمساح. برافو كي جي تو. اما في اخر الكلمه زي كلمه علم. علم. برافو يا كي جي تو. يبقى احنا هنتمرن في البيت مع ماما على الميم وهي مد ايديها، والميم في وسط الكلمه مد ايديها الاتنين، والميم في اخر الكلمه وهي واقفه وليها عصايه نازله من تحت السطر. طيب كي جي تو الشاطرين هيقولولي ان حرف الميم ليه اصوات. هقول لكم برافو كي جي تو، حرف الميم لتلات أصوات قوية وليه صوت ضعيف اللي هو السكون. النهاردة هناخد الأصوات القوية الفتحة والكسرة والضمة. الميم يجي فوق راسها فتحة عشان تبقى ما، يبقى صوت الميم فتحة ما، والميم يجي تحتها كسرة هيبقى صوتها مي، ميم كسرة مي. الميم عليها من فوق ضمة هيكون صوتها مو، ميم ضمة مو. يعني ما مي مو. نشوف كلماتنا ما مي مو. ما من فتحة موز، ما من فتحة مركب، ما من فتحة موز، ما من فتحة مركب. مركب. مين الشاطر اللي بيقول معايا مر الراء عليها ايه يا ميس؟ عليها سكون، عشان كده ما اتنطقتش لوحدها، اتنطقت ماسكه في الميم، خلينا صوتها مر عشان هو صوت ضعيف مش هيطلع ابدا لوحده، والميم عليها فتحه قويه هتاخد معاها السكون الضعيفه وننطقها مر كب. مر كب. ميم كسره مي معاها كلمه مف، مفتاح. مفتاح. برافو كي جي تو. وكلمة ميقص برضك، ميقص عليها كسرة من تحت الميم، يبقى مفتاح ميقص. خلاص كي جي تو. ميم ضمة مو زي اللي بنسرح بيه شعرنا اسمه مشت، اسمه مشت. ميم ضمة مو مو ذيع،
مذيع مذيع. برافو جيتو. يبقى احنا اخدنا حرف الميم وادي اشكاله الثلاثه في اول الكلمه ووسط الكلمه واخر الكلمه، واخدنا ميم فتحه ما موز ومركب، وميم كسره مي مفتاح ومقص، وميم ضمه مو مشت ومذيع. برافو جيتو. دي موز تقريبا. يلا نكتب مع بعض الكلمات بخط جميل. موز مفتاح مشت. ونلون كمان يا ريت الصور في البوكلت، نصور الموز ونلونها، مفتاح ونلونه، مشت ونلونه. خلاص تكتبوا وتذاكروا وتبقوا شاطرين وتسمعوا كلام مامي زي ما قلنا، وما نعملش حاجات نوتي ونبقى شاطرين ونسمع. يلا نشوف مع بعض بقى بعد ما اخدنا الاصوات القصيره هناخد الاصوات الطويله، الاصوات الطويله لحرف الميم. بس قبل ما ناخد الاصوات الطويله نحل التمارين دي مع بعض عشان نبقى شاطرين. عندنا هنا كلمه مذيع، الميم فين؟ في اول الكلمه، ادي الميم وعليها ضمه عشان مو 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 مو. وبعدين معلم، ادي الميم في اخر الكلام، في ميم في اول الكلام مو 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 عليها ضمه، وفي ميم في اخر الكلام. هنا كلمه قميص، قميص عارفين القميص ده اللي بيتلبس كده اللي زراير اللي بابا بيلبسه تحت البدله وهو رايح الشغل. قميص، قا قا حرف الميم، مي حرف الميم في النص، انا هكتبه كبير شويه بقى. قميص، ادي كلمه قميص عشان انا كتبتها كلها. قميص. رتب الحروف التالية لتكون كلمة. عندنا ميم فتح، ميم فتحة، واو، وازاي موز. عندنا كلمة اللي مامي بتستخدمه في الأكل، ملح ملح ملح. يلا مو عالم، ميم عليها ضمة، عالم لم معلم. برافو. تعالوا نشوف الأصوات دي، عندنا صوت ما وعندنا صوت ما. ما يعني ميم فتحة ماوز. برافو. ما ماعز. ونتمرن هنا على الكتابة تاني. يلا بقى يا كي جي تو ناخد الأصوات الطويلة لحرف الميم، الصوت الطويل، ونقول ونعيد ونزيد. بيجي منين؟ بيجي من صوت الحركة القصيرة زائد شكل من أشكال المد. يعني إيه الكلام ده يا ميس دعاء؟ يعني ميم فتحة ما هتاخد مد الألف عشان يكون صوتها بدل ما هو ما هيكون صوتها ما، ويبقى صوت واحد، صوت طويل. ما ينفعش ننطق كل حرف لوحده، لا ننطق الحرفين مع بعض في صوت طويل واحد. ما زي كلمة اهيت رمان، شايفين كي جي تو؟ رمان. ادي الصوت الطويل للميم فتحة ومد الالف. ما ميم كسرة مي هتاخد شكل المد الياء عشان بدل ما هتبقى صوتها مي هتكون مي، يبقى مي في كلمة تلميذ. ادي صوت ميم كسرة يي. خلاص يا كيجيتو. طيب ميم ضمة مو هتاخد شكل المد ايه؟ واو برافو. عشان كلمة لي مون، ادي ميم ضمة واو عملوا صوت طويل مو في كلمة ليمون، يبقى ماء رمان، مي تلميذ، ليمون مو. برافو. يلا نحلل الكلمات دي، انا هحاول اكتبها معاكم بالقلم ده، قلم الكمبيوتر. ادي الميم فتحة طبعا، وادي الواو، وادي ازاي. انا بقى عارفه ان اصحابي هيكتبوا بخط احلى عشان هما ماسكين البنسل في ايديهم، لكن انا بكتب بماوس الكمبيوتر. ادي الميم كسره عشان في كلمه مفتاح، وادي الفاء في نص الكلمه تبقى مد ايديها الاثنين. تا ادي التاء، وادي مد الالف، وادي الله على الخط الجميل مشت. ادي الميم ضمه، وادي الشين،
والثلاث سنات بتوعها. وادي حرف الطاء والعصاية الواقفة. شاطرين كيجي تو، عايزاكم تذاكروا وتراجعوا مع مامي في البيت حرف الميم بيتكتب ازاي، اشكاله في اول الكلمة ووسط الكلمة واخر الكلمة، اصواته القصيرة ما ميمو، كلمة موز مفتاح مشت، واصواته الطويلة ما ميمو. خلاص يا كيجي تو، اوعدوني انكم تذاكروا، واشوفكم ان شاء الله في الحرف الجديد. شاطرين وايه ومذاكرين، السلام عليكم.